مستهل قراءتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم ببلدان أوروبا الغربية من فرنسا، حيث نقلت صحيفة لوفيغاغو عن الشرطة الدنماركية تأكيدها أن إطلاق النار الذي وقع عصر أمس الأحد داخل مركز للتسوق في كوبنهاغن أسفر عن مقتل عدة أشخاص إلى جانب جرحى كثر. وفي ألمانيا أوردت صحيفة فرانكفورت الرانشاو تأكيد المستشار الألماني أولاف شولتز أن حكومته تخطط تدابير جديدة لمواجهة حدوث ارتفاع جديد في الأسعار، مشيرا إلى أن الدعم سيتجه إلى شركات الإمداد بالطاقة والمستهلكين أيضا. صحيفة لليبغ بلجيك أشارت من جهتها إلى أن رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون امتنعت عن نفي تصريحات لتركيا عن وعود بترحيل أشخاص تطالب أنقرة بتسليمها إياهم في إطار مساعي ستوكهولم للانضمام لحلف شمال الأطلسي. ونقرأ على صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن انهيارا جليديا ناتجا عن انفصال كتلة ضخمة بنهر مارمولادا في جبال الألب بشمال إيطاليا تسبب أمس الأحد في مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 8 بجروح، مشيرة نقلا عن بعض الخبراء أن الحر الشديد في الأيام القليلة الماضية يحتمل أن يكون السبب وراء هذا الحادث.